حقيقة لن تستطيع في ذلك، يعني هي تناور لكنها لن تستطيع، لأن القرار حتمي. مثلا بالنسبة للجمهور الإسلامية، القرار يتعلق بالسيادة الإيرانية قبل أن يتعلق بالمقاومة، ثم أنه إيران يعني بعيدا عن مسألة أن نضغط عليها إعلاميا، يعني وأنا تعرف رأيي، يعني أنا نعم دائما أنا متشدد في مسألة ضرورة أن يكون هناك مواقف حازمة، لكن إيران لا أحد يستطيع أن يزايد عليها. هي في مواجهة مع الغرب ومواجهة مع أمريكا وهي في مواجهة مع نعم الصهاينة منذ فترة طويلة جدا، وهي طيب، لكن تعرفهم هو وهم قد يكون يعرفونها. الموقف مبدئي سيد نصر الدين، لكن الآن أنت تلاحظ وصول الأساطيل الأمريكية. الأمريكان حتى في البحر الأحمر يكثرون من بيانات إصابة زوارق تتبع للجماعة في صنعاء. ألا يبدو أنه هذا الوقت ربما يكلف من يريد أن يرد على إسرائيل القدرة على الفاعلية؟ بالنسبة ل هم يحاولوا أن يحموا إسرائيل، يحاولوا أن يحضروا مزيد من القطع البحرية الحربية لحماية إسرائيل، سيزودوا أيضا دفاعات جوية لبعض الدول في المنطقة، قد يكون هذا يعني توقع، لكن كل ذلك لا يجدي في نهاية المطاف. يعني مسألة اعتراض مثلا الصواريخ البالستية، هي غير قادرين جميعا، كل هذه الوسائل لا تستطيع أن تحميها، هي منظومة واحدة موجودة مع إسرائيل التي هي يعني تقريبا آرو، وهي يعني تحاول أن تعترض ولكن قدرتها أقل من يعني زخم الصواريخ إذا ما جاء على إسرائيل كالعدو الإسرائيلي. أيضا يعني مسألة أن يستمر هذا الرد، قد تكون إيران ترد برد مؤقت باعتبار أنها لا تريد أن تنخرط في حرب كاملة كدولة مع كالعدو الإسرائيلي، سترد على هذا العدوان. لكن بالنسبة لنا نحن مثلا وبالنسبة لحزب الله، نحن جاهزون للذهاب إلى حرب مفتوحة إذا أراد يعني إذا يعني احتاج الأمر ذلك أو اضطرينا إلى ذلك، بل نحن بالنسبة لنا في اليمن بالتحديد نحن نعلن الحرب الكاملة مع كان العدو الإسرائيلي، وهو أيضا دخل في حرب معنا ووصل بطائراته إلى اليمن وضرب الحديدة، فلا تخوفات. يعني نعم مع الإسرائيلي يتكتك، الإسرائيلي يحضر قواته كما نحن نحضر، وعامل الوقت لا تحسبه لمصلحته فقط. يعني أنا أقول لك كل يوم إضافي نحن نطور ونصنع وننتج مزيد من الأسلحة، وكل يوم إضافي ندرس تكتيكات جديدة. يعني عامل الوقت لا يعمل لمصلحتهم وحدهم، وإنما يعمل أيضا لمصلحتنا جميعا. نحن نحاول أن ثم أيضا أن الوضع، يعني أنا سأعطيك معلومة واحدة، يعني نعم هم مثلا حجم الإرهاق الذي يعاني منه الإسرائيلي في انتظار الرد مكلف للغاية. الآن هم يعانوا حتى في الداخل بسبب أنهم يستخدموا أجهزة تشويش خطيرة يعني وكبيرة، ويعني نستطيع أن نقول مؤثرة على الجو العام في المنطقة، حتى أنها تعطل المطارات عندهم يعني بسبب هذه أجهزة التشويش، وتعطل أيضا وتؤثر على مطارات في المنطقة. هذه الأجهزة وهذه المعدات التي يستخدمونها عندما تستمر في العمل بهذا الشكل تضرهم أيضا وتعطلهم وتحدث مشاكل في المنطقة. على كل الأحوال عامل الزمان وعامل الوقت لا ليس واضح. فقط يضغط عليهم، ومع ذلك انا لا اميل الى مساله ان نعطي لهم الفرصه الكافيه كما يريدون ويشاءون، وهذا ليس وجهه نظرنا ابدا في اليمن. نحن مع ان يتم توجيه الضربه، لكن متى؟ هذا تقديرات عسكريه، هذه استعدادات عسكريه، نعم كيف شكل الضربه؟ هذه ايضا تعود الى التقديرات العسكريه. وانا اقول لك مساله كيف شكل الضربه؟ توقيتها بالتحديد كلها تتعلق ايضا بعيد، يعني إضافة إلى ما حللناه سابقا وتحدثنا عن مسألة الأبعاد والخبط الأمريكي والعمل على حالة الإلهاء، لكن أيضا هناك تقديرات عسكرية فنية تحتاج إلى جهد وعمل نعم وصبر، وتحتاج إلى يعني أمور لا يمكن الحديث عنها طيب حاليا. طيب